محمد بن كيران، 26 سنة، رحال ومغامر مغربي. كندير الفيلميكين، كنت خدام عادي نورمال مع الدولة. كان ديما ساكنني داك الفكرة والهاجس أنني كيفاش نعيش حياة الترحال والمغامرة. كنفكر ديما صامعش مع راسي، وديك الأسئلة ديما أنا وياها عايشة. حتى صافي واحد النهار ما كنقول الفلوس هي كاينة، ولكن راحت البال ما كايناش. تجاني داك القرار باش انني نبدا حياتي من الصفر، ولكن كيف بغيت انايا. الوغ كيف بغيت انايا هي عن طريق السفر والمغامره والترحال. جاتني الفكره باش انني نكتشف الادغال الافريقيه اللي هي القاره ديالنا الام السمراء، واللي كتلقى الغالبيه ديال المغاربه كيفكروا انهم يخرجوا برا الوطن، تيفكر عنده الوجهه هي ان اوروبا امريكا، في حين ان الانتماء ديالنا للقاره الافريقيه قله قليله اللي كيفكر بهذا الادغال، في حين ان غنيه بواحد الطبيعه وواحد الثقافه وواحد الطريقه ديال العيش اللي بسيطه، وواحد الحلاوه ديالها اللي ما تلقاش في بلاصه اخرى. تما في كان عندي هاد التجربه وهاد المغامره. هزيت الساك ديالي، المهم استعديت في يومين. من بعد ديك اليومين صافي توكلت على الله، هزيت الساك ديالي ضربت المغرب. تما كان عندي داك المواجهه ديال الاوتوستوب كيفاش ترونسبور. دخلت لموريتانيا بالاجواء ديالها والفيزا، موراها مباشره مشيت لمالي. من مالي دزت لاكوت ديفوار، وكان عندي الشرف ديال حضر الماتش ديال المنتخب والكوت ديفوار ديال الاقصائيات كاس العالم. مشيت مورا الحدود ديال غانا، ما توفقتش دخلت لغانا، رجعت مالي، دخلت بوركينا فاسو، رجعت لمالي، سنغال، غامبيا، عاوتاني سنغال، من تما موريتانيا عاد رجعت للمغرب. في الدول الافريقيه صراحه المشكل والعائق اللي كان عندنا ديال موريتانيا اللي بالفيزا. من غير موريتانيا صراحه كان لاكسي غير كتوصل الحدود، الناس كيستقبلوك كيهضروا معاك كيحاولوا ما امكن يعرفوا الفكره ديالك والاستوار منين جيتي وشكون انت. من بعد صافي صراحه لقينا تعامل مزيان، غير داك المشاكل اللي كانوا وقعوا ليا في كوت ديفوار. كانوا تعرضوا ليا واحد الناس، كنت غادي واحد السيد هزني باوتوستوب غادي بيه واحد المدينه سميتها باسان، ووقفوا علينا بالسيوفه وداك الشيء. تاكي كنسمع سي با طون افير هذاك الشيء. صافي كان تنشوف السيد اللي غادي بيه تيبكي وداك الشيء، كنسولو مالك. صافي عاد سي تي افيغي باغ لا سويت باللي خاص دوز تخلص واحد الكوسيون في واحد المدينه، عاد الا كنتي هاج اجنبي عاد تمشي. تما حنا ما عرفناش، كنا غاديين على الله، تا تكبر لك السيوفه ما كتعرفش شنو واقع. من موراها كانت عندي تجربه ما بين كوت ديفوار والسنغال اللي هي اللي ماركات تقريبا التجربه ديالي، كيفاش انني دوز نص نهار بين الكوبل ديال السبع اللي هو ملك الغابه الاسد والابواء، كيفاش تمشى معاه، كيفاش تخلي تحت السيطره ديالك، كيفاش بزاف الحوايج. مورا في غامبيا كان نسشي مع التماسيح، وهذا الشيء ما ساهلش. في موريتانيا كان يومين ما كليتش، بديت كناكل في خبز كرام لعيبات، ولكن عاجبني الحال حيت كندير داكشي اللي كنبغي. صافي من موراها كان العوده ديالي للبلاد. كنت خديت في واحد الفكره حيت مازال عندي ان شاء الله الرحله الكبيره لافريقيا. تما كان عندي واحد تشالنج هنا في المغرب ديال الجبال ديال المغرب، وكنت كنصور واحد الفيلم قصير عليا. كانت عندي واحد الحادثه انني طحت من واحد الجبال، وكنت غادي تدي بالحياه ديالي، طحت على راسي تشاق وداك اللعيبات، وهذا الشيء في حد ذاته ما خلانيش نحبس. كانت تجربه مزيانه ليا اللي تعلمت منها بان الدنيا ماشي ديك الصعوبه اللي كنشوفوها بها، بان حلاوه العيش وداك الشيء في روح الانسانيه، وكيفاش انك تعيش كيوصل بك الدرجه بان اي حاجه اللي وصلتي ليها ما تسوى والو قدام الحياه. وهنا فين كانت عندي واحد تجربه جديده باش انني نمثل المغرب في مسابقه عالميه ديال المغامرين حول العالم اللي في مرحله ديال التصويت، وحاليا انا السادس في العالم، سادس مغامر في الترتيب ديال العالم. كنتمنى نتوفق ونكون اول مغربي واول عربي وافريقي اللي غادي يطلع القطب الشمالي ان شاء الله. الرساله اللي تنبغي نقول للمغاربه كاملين سكو الا كان امن بواحد الحلم وكان ثيق فيه، خصني نديرو بالطريقه اللي بغيت انا نوصل به، وخا نطيح ونوض ماشي مشكل. العيب هو انني نكون
دير شي حاجه وانا مع ذاتي ما مرتاحش، ما حيت في يومنا هذا راه ما بقيناش كنموتوا بالجوع. الجوع الحقيقي هو الجوع ديال الافكار، لما كانش عندنا واحد الفكره واحد الطموح نوصلوا ليه. ماشي عيب انك في المغرب، راه بزاف ديال الناس كتلقاك كيقول لك كون ما كنتش في المغرب ندير هكا. لا، خصني نكون في المغرب، ومن المغرب خصني ننطلق وندير داكشي اللي بغيت انا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.